كنت في محاضرة في ألمانيا، فجاء شخص إلى الأمام وعمره 43 سنة وأسلم، فسئل لماذا أسلمت، كيف أسلمت، كيف وجدت الإسلام؟ فقال في يوم من الأيام، فتحت صندوق غير البريد، فوجدت في صندوق بريدي، فوجدت في صندوقي رسالة أو ورقة، وعلى هذه الورقة موقع في الإنترنت. فدخلت هذا الموقع، فتفرجت على بعض المحاضرات باللغة الألمانية، واقتنعت أن الإسلام هو دين الحق وأسلمت. بعدما قال هذا، أخذت امرأة مسلمة شابة تركية أن تبكي، لأنها عرفت أن هي التي أدخلت هذه الرسالة وهذه الورقة في صندوقه. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لن يحدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما تلعب عليه شمس كاما في التبراني. ولذلك هذه وسيلة بسيطة. الآن الأسلوب أننا نستحضر دائما قبل دعوتنا أننا نحب للناس الخير اقتداء بالأنبياء، كما في سورة الأحقاف يقول الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. أيضا هو يدعو بالإنذار والتبشير إلى دين الإسلام. بعد ذلك يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن يبين هود أنه يحب للناس الخير، ونحن علينا نستحضر أننا نحب للناس الخير كما فعل إبراهيم مع أبيه. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بعد ذلك الدعوة بين الإنذار والتبشير. يقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا فقط بعض الكلمات، وأنا متأكد أن تعرفون أكثر مني لأن عربيتهم ولدوا في بلدان عربية، وتوجد دروس وتوجد كتب وتوجد كل شيء. لذلك علينا أن نتعلم هذا الدين، وعلينا أن ندعو الله أن يوفقنا في تبليغ هذه الرسالة. ووالله أنا أعطيكم الآن مثالا، كلما أنا في الشارع، أحيانا أنا في الشارع وأنا أدعو الله أقول يا الله أتيني شخص أستطيع أن أتكلم معه عن الإسلام، والله ما دعوت هذه الدعوة هذا الدعاء إلا الله جاء بشخص وكنت أتكلم واستطعت أن أتكلم معه. إذن طلب العلم بعد ذلك ليس بعد ذلك، في نفس الوقت الدعاء، وفي نفس الوقت الطموح في تبليغ هذه الرسالة. لأن علينا أن نستحدي أن نستحي إذا بذل النصارى هذا الجهد هذا جهودهم ونحن ننام ونشرب ولا نفعل أشياء كثيرة. علينا أن نجتهد أكثر وأشد من اجتهاد النصارى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وأقول لكم إذا خرجتم من هذا الحج انظر في حياتك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظر ماذا أستطيع كيف أستطيع أن أتغير وكيف أستطيع أن أغير جيراني وأغير يعني الحي مثلا، وسترى العجائب. نحن في ألمانيا نحن مستعدون لفتح هذا البلد، أقول هذا بكل صراحة، ونحن سنفتح هذا البلد إن شاء الله بإذن الله بالدعوة إلى الله، والله قادر على ذلك. وأنا لا أشك أن الله ينصرنا.
وكيف أشك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق لا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخل هذا الدين. وقد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كل ولو كره المشركون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا؟ كيف أسلم جاء أتوى؟ جزاكم الله خيرا. أدعو الله لي هذا مهم جدا. لا لا شوف الشيخ سألني كيف أسلمت وما أنا أسف لأننا مشغول الآن وعلي أن أنصرف ولكن أتكلم عن قصة إسلامي باختصار باختصار جدا. أنا كنت نصرانيا وفي يوم من أيام نقشت القصيص عما ظهر لي كتناقض في الكتاب المقدس المسمى المقدس هذا الكتاب المحرف. فقال لي واعترف بأن في الإنجيل في الأناجيل الأربعة ليس إنجيل عيسى تناقضات وأشياء ومحرفات. فقلت لنفسي كيف أستطيع أؤمن بكتاب وقساوس هذا الدين يعترفون بأن في هذا الكتاب أخطأ ونحن نعلم قد أين أن الله لا يخطئ أبدا. فتركت هذا الدين. وفي يوم من الأيام أنا كنت ملاكم محترفا في ألمانيا وكنت أتعمق في الدنيا ذهبت من مكان مكان ورأيت الجاهلية وكنت أفكر ما هو الغاية في حياتنا. فأولا قرأت عن البوذية لأن البوذية يعني الناس في ألمانيا ينظرون إلى البوذية نظرة الاستحسان يعني هم طيبون دلائي لاما يتفسن يعني مثل ذلك والمسلمين إرهابيون هكذا فهمت؟ ولذلك ما خطر ببالي أن أتعلم شيئا عن الإسلام. أنا ظننت الإسلام مثل نصرانية للمسلمين أو للعرب. وفي يوم من الأيام التقيت برجل هذا باختصار وهو كان يسب النبي وكان يتكلم سيئا عن الإسلام وأنا بمجرد أني ما أحببت هذا الرجل كنت مدافع من الإسلام. فقلت أني ما أحببت هذا الرجل ولكن لما كنت أتكلم معه يعني بعد هذه المكالمة بعد هذا الحوار كنت حريصا أردت أن يعني نويت أن أقرأ ترجمة لمعاني القرآن باللغة الألمانية. فلما رجعت من هذا اللقاء إلى بيتي وجدت عند أختي ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية فقرأت الكتاب من البداية للنهاية. هذا الكتاب أمسكني مباشرة لأننا لا نجد كتابا على وجه الأرض يوصف الله فيه كما يوصف في القرآن الكريم. مثلا أنا أدرب لكم أمثلة. مثلا في سفة تكوين هذا الكتاب الأول من المسمى الكتاب المقدس يقول في باب 32 أن الله سارع. تعرفون المصارعة سارع مع يعقوب وانهزم. هذا مكتوب عندهم. ماذا مكتوب عندنا في القرآن؟ مثلا سورة المائدة آية 16 يا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يحرك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذا الإسلام هذا القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. إذن نحن نجد كتابا يوصف الله فيه كما يوصف في القرآن. ثانيا القرآن يجيب على هذه الأسئلة مهمة هذه الأسئلة التي تؤدي إلى الإلحاد في الأرض لأن النصرانية ليس لها أجوبة على هذه الأسئلة. السؤال
من أين جئنا إلى أين نذهب؟ ما الغاية في حياتنا؟ وخصوصا هذا السؤال، لماذا يوجد شر؟ إذا كان هناك إله قادر على كل شيء ويعلم كل شيء، وهذا الإله جيد ويريد الخير، كيف يمكن أن نجد في العالم ظلم؟ كيف نجد المرض؟ ولكن الإسلام يجيب على هذا. أولا، الدنيا ليس لإقامة العدل بل الآخرة. يقول الله تعالى في سورة ياسين: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن إقامة العدل في الآخرة. في الدنيا هذا الامتحان. هنا يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن الدنيا امتحان، وقد يموت شخص. ولكن نحن ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمر كل خير، إن سابة تراء شكر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن سابة سراء شكر فكان خير له، وإن سابة ضراء صبر فكان خير له. إذا نحن نعلم إذا حدث لنا شيء، المرض أو الظلم، فإن الله يثيبنا، أو ممكن يثيبنا على ذلك في 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 الآخرة، أو يكفر به من سيئاتنا. إذا في الإسلام أجب على ذلك. وقرأت 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 وقرأت، ولكن أنا الشيطان جاء إلي ووسوس في صدري. ما كل هذه أدلة؟ قال: شوف أنت ارتدت عن النصرانية، ممكن بعدك كثيرة تجد أيضا في الإسلام في القرآن تناقضات. إذا انتبه انتبه، لا تقبل الإسلام مباشرة. لذلك قرأت الكتاب المقدس، أي العهد الجديد والعهد القديم، أيضا من البداية للنهاية، بعد ذلك القرآن مرة أخرى، بعد ذلك العهد الجديد مرة أخرى، بعد ذلك القرآن مرة أخرى، بعد ذلك البخاري المختصة باللغة الألمانية، وسيرة لابن إسحاق باللغة الألمانية. فكنت متيقنا، فوجدت بشارات في الإنجيل عن الله وهكذا، وبدأت أن أصلي. أي أنا كنت أصلي، ولكن لم أنطق الشهادة بعد. ولكن أنا جيد، الصلاة جيد، الصلاة جميل، وصلاة 5 مرات في اليوم. طبعا أنا ما عرفت أشياء كثيرة من الأوقات، أي إذا استيقظت من النوم صليت الفجر ممكن في الساعة 10 وهكذا، لم أكن مسلم. ولكن في نهاية كنت متيقنا أن الإسلام الحق. وفي يوم من الأيام اتصل بي صديق، وكان لنا زائر من أمريكا. أنا كنت ملاكم كما قلت لكم، وهذا الملاكم من أمريكا جاء دائما لتمرين إلى ألمانيا، وهو مسلم. فهو ذهب دائما إلى في يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة. وصديق لي تركي، كان عيد ملاكما، وذهب دائما معه إلى المسجد. وفي يوم من الأيام ما استطاع أن يذهب مع هذا الزائر من أمريكا إلى المسجد، فاتصل بي وقال: يا بيير، هذا اسمي في الجواز، من فضلك اليوم اذهب مع خالد، أي الزائر من أمريكا، إلى المسجد، لأني مشغول جدا لا أستطيع اليوم أن أحضر الجمعة. فذهبت معه إلى المسجد وصليت تحيات المسجد، لأني يعني عرفت هذه الأمور كلها، وجلست. فجاء قبل الصلاة رجل مغربي فقال لي: هل أنت المسلم الوحيد في أسرتك؟ ولكن في الواقع أنا ما أسلمت، يعني صليت فقط. ولكن في هذه اللحظة الله هداني للإسلام، وفكرت فقلت: نعم، أنا المسلم الوحيد في أسرتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله. هذه قصتي باختصار. إذا يا أخي لابد أن أنصرف الآن، أنا آسف. طيب أخي الحبيب. آمين. الحمد لله، جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يثبتني وإياكم. آمين، جزاكم الله خيرا أخي الحبيب.
ما هي الطرق بسرعة الناجحة لنشر الدين في الألمان بسرعة؟ طرق ماذا؟ الطرق الناجحة ترى كيف يتطور الدين في يعني ينتشر أكثر في الألمان؟ هذه قصة طويلة و طبعا كما قلت لكم آنفا علينا نستحضر قبل ذلك حتى يكون عثرنا قويا أننا نريد للناس الخير، نحب للناس الخير، هذا مهم جدا في أسلوبنا. ثانيا الشجاعة أيضا مهم، أننا نثق بديننا جدا وبرسالتنا. وطبعا الرشد السليم يختلف من شخص إلى شخص، إننا ملحدون وإننا نصارى وإننا متشددون من النصرانية، ولكن مثل النصارى أنا أرى من كما قلت لكم نتصلح بالعلم. ومثلا الأساليب لأحمديات هناك أشياء مهمة وجميلة جدا، وأنا مثلا أسأل، وأنا قلت هذا أيضا اليوم في الخيمة باللغة الإنجليزية، أنا مثلا إذا تكلمتم نصرانيا وهم يؤمنون عقيدتهم أن عيسى هو إله، أنا أسألهم هل الإله يكذب وكل نصراني وكل إنسان على وجه الأرض، أي كل إنسان الذي هو ليس مجنون يقول لا الله أبدا لا يكذب يصدق، الله يصدق لا يكذب. طيب أسألك الآن، هل الله يعلم كل شيء أو يجهل بعض الأشياء؟ إذا كل إنسان يقول لا الله عالم الغيب والشهادة يعلم كل شيء، إذا نقول له طيب إنكم في الإنجيل لماركوس نعم في باب 13 آية 32 مكتوب أن عيسى سئل متى يوم القيامة، لأن إذا جئت إليه بالأدلة من القرآن ويقول أنا لا أؤمن بالقرآن، أنا أؤمن بالأناجيل الأربعة وبالأحد والأحد الجديد، أنا أقول له طيب إنكم إنجيل ماركوس باب 13 آية 32 سئل عيسى متى يوم القيامة، وماذا قال عيسى؟ قال أنا لا أدري، الملائكة لا تدري، هذا لا يعلم إلا الله. إذن هذا دليل واضح أن عيسى ليس بإله، ولأن لو قال أنا لا أدري إما يكذب وإذا كذب وليس بإله، أو إما يجهل وإذا جاهل شيئا ليس بإله، هذا دليل. إذن أقول له بعد ذلك أنت الآن تناقض عقيدتك في قلبك، إما أنت تعترف الآن بأن في الإنجيل أخطاء، أو إما أنت تعترف بأن عيسى ليس بإله، وإذا كان ليس بإله فما هو؟ فإنه نبي، ونحن كمسلمين نؤمن بأن عيسى نبي، وعندكم في الكتاب في إنجيل متى باب 26 آية 39 كتب أن عيسى ذهب وسجد على الأرض لله ودعا الله على الأرض بوجهه على الأرض. إذن أنا أقول من يقتدي بالعيسى؟ الذين يصلون هكذا أو هكذا، أو الذين يصلون ويسجدون لله؟ من يقتدي بعيسى؟ الذين يدعون الله كما فعل عيسى، أو الذين يدعون عيسى؟ عيسى ما قال لا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في التاريخ أنه إله، حتى في الإنجيل المحرف. إذن كيف أنتم تقولون هذا؟ اقتدي بعيسى، اسجد الله ودع عد الله، فإذا أنت مسلم. هذه فقط طريقة جميلة باختصار، طريقة بالاختصار ماذا أحب أن أتكلم، كيف أحب أن أتكلم معه. كما قلت لكم أنا مستأجر شوية، أحبكم في الله، هنا عيد مصريون أليس كذلك؟ إزيكم؟ الجو كويس النهاردة أليس كذلك؟
ما شاء الله. بس المصريين كابو السعوديين واليمنيين. نعم، ولكن تعرفوا انا اعرف شيء من اللغه الدارجه المصريه ولا اعرف اللغه السعوديه، ولكن جزاك الله انك ذكرتني، فهمت؟ لذلك علي ان اتعلم بعض العبارات باللهجه السعوديه واليمنيه وهكذا، يعني اعرف باللغه المصريه والتونسيه. مثلا واحد من تونس هنا؟ من الجزائر. مليح مليح بزاف مليح بزاف مليح بزاف. لاباس عليك، صحة لاباس كثير يا خويا. مغاربة هي نفس الشيء تقريبا، فقط المغاربة يكونوا مزيان بزاف مزيان. ماذا؟ ازيك؟ كويس أوي الحمد لله، كويس أوي طبعا يا راجل، الجو كويس النهارده الحمد لله ان شاء الله. من تونس؟ من تونس ولا لا؟ باهي برشا جيد ان شاء الله. جزاك الله مره اخرى ان شاء الله. عد الله لي في جمرات، تعرف في جمرات؟ جمرات صوره يمينا شويه، وعد الله وفي جمرات وسطى تذهب يسارا شوي، وعد الله لي. لا تنسوني في الدعاء، انا احتاج الى ذلك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، وانا اسف انا مستاجر جدا الان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تكبير. اردت ان اسمع ان الله اكبر من كل شيء.